الحاجات دي ينفع، بس ليها خطوات. لو هنحط اي حاجة جوه لازم نعفرها بدقيق عشان ما تحرقش الكيك. لو هنزود شوكولاتة نحاول تكون مبشورة عشان تسيح اسرع وما تعملش اي تكتلات. كده خليط الكيك بتاعي جاهز، اشوف الكراميل وارجع له تاني. عندي اهو السكر ابتدى يتكرمل زي ما انتم شايفين، انا محركتش اي حاجه في السكر. احنا حاطين السكر على النار وحطينا رشه ميه كده على الوش عشان الكراميل يسيح لوحده. عايزه اوريكم كده شكله، اهو ابتدى من الجناب اهو يطلع لي اللون البني كده، هو تمام جدا. هنشتغل فيه دلوقتي بعد لما ندخل الكيكه على طول الفرن. عندي الكيك طبعا هولع الفرن على 180، هدخل الكيك دي هتقعد من 20 لـ25 دقيقة زي اي كيكة بنعملها. هنجيب خلة وهنخرم الكيك، لو الخلة طلعت نظيفة يبقى الكيكة استوت، لو ما طلعتش نظيفة يبقى هي لسه محتاجة ان هي تقعد في الفرن اكتر. ندخلها الفرن ونرج كده علشان ما يبقاش فيه اي حاجه مرتفعه عن التانية. شوف بقى مع بعض الكراميل صوص دلوقتي هنحتاج له ايه. اول حاجه بنوطي النار بقى خالص وببتدي انزل بالسوائل واحده واحده، بس بنوطي النار خالص علشان هتحصل فوران جامد قوي دلوقتي. اقلب كده، انا كده بنزل عليه بمقدار الكريمه واحده واحده وهقلب كده بالراحه لحد لما يبتدي يدوب. اول لما يبتدي يعمل لكم اللون البني ما تقلقوش من الفوران بيحصل في الاول ده، كل ده هيتلم دلوقتي، عشان كده قلت لكم لازم تهدوا النار كويس وهو هيسيح اول لما يحس بالسوائل اللي هتنزل. بنقلب كده كويس وببتدي ابدل بين الكريمه وبين الميه عشان اصلا الصوص ده مختلف شويه عن الصوص العادي بتاع الكراميل، ده صوص اتقل وداخل فيه نشا وداخل فيه سوداني، فهو مش زي العادي بتاعنا. وفي الاخر خالص بنحط الزبده، يعني بنزل بالسوائل وبعدين الزبده في الاخر خالص. انا عايزاه يبقى متكرمل قوي عشان كده سبته يتلسوع سنه. وانزل بباقي الكريمه واسيبه يجمد شويه تاني، وانزل عليه بباقي اللبن. وعندي هنا نشا وعندي ميه، ولازم اسيبه يغلي دلوقتي غلوه قبل لما ازود الزبده في الاخر اللي هتلمع هي والسوداني. انا هطلع فاصل سريع الم كل اللي انا عملته ده ونرجع نعيد تاني عملنا ايه من الاول خالص.